لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العمل الدعوي بالعلم يزدهر، بالقواعد الشرعية تثبت أركانه. فالاهتمام بالعلم، لأن العلم هو بمثابة وقود العمل. والواقع يشهد، مع الانفتاح في التواصل الاجتماعي قل الاهتمام بالعلم وبحلقات العلم، وأصبحت الاهتمامات اهتمامات أخرى. حتى أصبحنا نسمع بين العاملين من يتكلم عن الكرة والمباريات ويتابعها ومشغول بها. فالإنسان يتخيل لو أن هذا الأمر ترك له العنان، بعد فترة من الزمن هؤلاء سوف يقودون الدعوة. فهل يقودون الدعوة بأي صورة يقودون الدعوة؟ إذن الاهتمام بالعلم، الدعوة تزدهر، والقواعد الشرعية تضبط الحركة، ونحن نحتاج إلى صواب حركة أكثر من الكلام عن الحركة. فالحركة قد تكون موجودة، لكن صواب الحركة لا يضبطها إلا العلم. فالعلم العلم والاهتمام به، فإذا خرج جيل لا يتوازن علميا ولا يطلب العلم. لذا نقول إذا كنت تحب العمل الدعوي وتريد له الازدهار توازن، خصوصا في مسألة العلم وطلبه. ثم لابد من قياس نفسك، وزنك العلمي الدعوي التربوي الأخلاقي الحركي السلوكي، الشعور بالهم، تحمل المسؤولية في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشهوات. فكلما كثرت الشهوات والشبهات والفتن فأنت في حاجة للعلم، لأن بالعلم تحقق التقوى، وإذا حققت التقوى ظهر لك الطريق. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان يتحقق بالتقوى، والتقوى السبيل إليها العلم. فالعلم العلم، والناس ثلاثة: إما عالم رباني أو طالب علم على سبيل نجاة، وإياك أن تكون الثالث فتهلك. لذا لازلت بخير ما دمت تتردد على العلماء وتطلب العلم وتعكف عليه بحثاً ومذاكرة ومعرفة للدليل، وإلا سوف يخرج جيل عاطفي تحركه العواطف أو الأناشيد أو القصائد، ولم يتربى في رياض العلم. لذا فالتحدي الضخم أمامنا اليوم الحفاظ على العلم والسعي به في أرض الواقع. فالعمل الدعوي بالعلم يزدهر، وبالقواعد الشرعية تثبت أركانه في هذا العالم المائج الحائر في خضم هذه الفتن التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، فقال: فتن كقطع الليل المظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.